الكلام على السيدة فاطمة الزهراء. وأما فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين أيام بناء البيت، وتزوجها علي وهي بنت 15 سنة وخمسة أشهر، وكان هو ابن 21 سنة وخمسة أشهر وخمسة أشهر، وتوفيت بعد أبيها بستة أشهر على الصحيح ليلة الثلاثاء لثلاث ليال خلونا من رمضان سنة 11. ودفنها علي ليلا. وهذه جملة من الأحاديث الواردة في حقها. روى أبو داود والطبراني في الكبير والحاكم والترمذي وحسنه عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب أهلي إلي فاطمة. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن عليا ابن أبي طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا أحب إليك، أنا أم فاطمة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاطمة أحب إلي منكم، وأنت أعز علي منها. وروى أبو عمر عن أبي ثعلبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزوة أو سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم أتى أزواجه. أمة ميديا تي في.